أشيل اللعب الغرفة. يلا قوم جود حبيبي، دير بالك على نور. ها يا حبيبات قلبي انتو. ها تعلموا من اولادكم، تعلموا الحب من هالولاد الصغار. شايف هدول قبل فترة قصيرة وانتو بتعرفوا هالشي، ما كانوا يحبوا بعض، ما كانوا يحبوا حتى يقعدوا مع بعض، بس بعد ما عاشوا سوا تغيرت احوالهم نهائيا، صاروا يحبوا بعض ويلعبوا مع بعض ويغاروا حتى على بعض. صحيح. هذا انت غلطان، انت بالحفاظ على علاقتك مع ريم تجاهلت سعادتك وتجاهلت سعادة نايا ومشاعرها، وهذا غلط. انت خليت اهتمامك ومشاعرك مع شخص ميت، وتجاهلت اطلاقا شريكة حياتك وما عدت اهتميت فيها، وهذا على فكرة ما بيريح روح على ريم اطلاقا، هذا بيعذب روح ريم لما بتشوف زوجها واولادها عايشين بهالحاله، عايشين بهالعذاب. هلا اخي انا بتخيل انه الغلط مو غلط حازم لحاله، الغلط عصمت. سمعينا يا حبيبتي، انا كثير فخور فيكي، فخور فيكي يا بنتي، بس يعني ما عم افهم كيف طلع معك تاخدي جود وتمشي، ما فكرتي بنور؟ هدول الأولاد لما كانوا مع بعض كانت سعادتهم أنهم يصحوا على صوتك، كيف تركتي نور ورحتي؟ ها؟ وليش؟ معك حق عمي، وأنا صدقني كل كلمة هلأ قلتها بتعني لي كتير. أنا صدقني يعني كل اللي بدي إياه من هالدنيا هو أنه أجمع العائلة وشمل هالعيلة وكون أم منيحة وزوجة منيحة لحازم وعائلتنا. هلأ كلنا جرحنا بعض وجرحنا مشاعر بعض، فاسمح لي أني أعتذر منك. حبيبتي أنا متأكد هلأ أنه ما في قوة بالعالم تفرق هاي العيلة.